الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. جزا الله كل خير الأستاذ العمري فاروق المرشح على منصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، فقد تحدث بما كنت أريد أن من أول يوم في هذا البرنامج أن أتحدث عنه، تحدث عن المناظرة. لم أفكر، يعني أنا لما لقيت الجو كده أنا جاي أصلا عشان يبقى هناك مناظرات بين المرشحين، ولكن لم أتحدث إطلاقا بعد أن رفضت قائمة الكابتن محمود الخطيب وجودها على قناة النادي الأهلي، فقلت من باب أولى ألا أتحدث عن مناظرة. ولكن بما أن السيد العمري فاروق فتح الباب، لي تعليق بسيط. أستاذ العمري قال أنه هو لن يتحدث إلا مع رئيس النادي الأهلي، ولن يتحدث مع النائب على نفس المقعد اللي هو مترشح عنه، لأنه لا يعرف شيء عن مجلس الإدارة أو بعيد عن مجلس الإدارة. عايز أقول على شيء في البداية يا جماعة، أنا أعرف الأستاذ العمري فاروق منذ سنوات، حتى في الانتخابات الذي لم يوفق فيها سنة 96 تحت السن، واللي أفرزت محمد تيسير الهواري ومصطفى أمين مع الاحتفاظ بالألقاب، فأنا أعرفه يعني معرفة شخصية يعني، ولي الشرف يعني. العدل والمنطق توأمان، إذا كان الشيء عادلا تجده منطقيا، وإذا كان الشيء منطقي تجده عادلا. هل من المنطق أن يناهز ويباري سيد نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس مجلس إدارة؟ لا، الطبيعي والمنطقي هو أن يبارز أو يتبارى مع من هو على نفس منصبه. إذن النهاردة من الطبيعي، وطبعا أنا أفترض حسن النية الكبرى للأستاذ العمري فاروق، لأنه بالتأكيد لا يقصد الأستاذ العمري فاروق أن هو إذا كانت هناك مناظرة فهو الأقدر على المناظرة من رئيس القائمة. بالتأكيد هذا الخاطر لم يرد على ذهن الأستاذ العمري فاروق، لأنه مش من الممكن. أيضا عندما تحدث وقال أنا هنفذ وأنا أتعهد بتنفيذ جميع ما قالت عنه قائمة الكابتن محمود الخطيب، فإذا كان من الممكن أن يضيف واو الجماعة، نتعهد بتنفيذ وليس أتعهد بتنفيذ. وأنا أشعر أن السيد العمري حسن النية، لأنه قد يكون ليس له علاقة باللغة العربية ما بين المفرد والجمع. ولكن يعني ولكن نرجع، ذكرت في حاجة كده ذكرني بيها كلمة الأستاذ العمري فاروق، فيلم الناصر صلاح الدين ده، الفيلم سنة 63. الفيلم ده طبعا القصة سيسو في السباعي، سيناريو وحوار محمد عبد الجواد، نجيب محفوظ، استاذ عبد الرحمن الشرقاوي. فاكرين كلكم رينو دي شاتيو اللي هو كان طالع بدوره الاستاذ احمد لوكس، بعد ما اسر عايز يبارز، القاده بتوع الناصر صلاح الدين عايزين يبارزوه، الجمله عظيمه، قال انا ملك ولا ابارز الا ملك، اذا يجب ان تكون المباراه بين ندين، بين ندين. اذا النهارده لا، غير منطقيه. ومما زاد الامور انفتاحا وتقبلا عندي شخصيا عندما قال السيد مصطفى مراد فهمي المرشح على قائمه المهندس محمود طاهر نائب رئيس مجلس الاداره، قال فلنتبارى ولنتبارز ولنتناظر في قناه محايده، وساقول لهم من منا يعرف عن الاهلي اكثر. وانا هنا اتحدث بصفتي كبير مذيعين البرامج الرياضية في التلفزيون المصري، أدعو الجميع على شاشة لا يمكن أن تتهم بعدم الحيادية، القناة الأولى في التلفزيون المصري، وأنا أرحب بالجميع، أرحب بهم على شاشة القناة الأولى في التلفزيون المصري، فمن يريد المناظرة فنحن نرحب به. وستكون الأمور بالتوقيت، إذا لم يحب البعض يأتي هنا إلى قناة الأهلي الذي تتهم ظلما، لأنني هقول لكم لأول مرة وأنا منذ 30 عاما مذيعا لم أجد في حياتي أن بعض البرامج داخل قناة تفعل بخلاف ما تفعله القناة، ومع ذلك يتحملونها. إذن النهاردة كل اللي احنا عايزينه بنقول نرحب بالجميع على شاشة التلفزيون المصري، ونؤكد
ونكرر ونقول نحن مش هنقول محايدين، نحن الحياد، التلفزيون المصري للجميع وليس لقائمة ولا لفرد، فكل فرد في القائمتين والمستقلين له في التلفزيون المصري جانب ورصيد وله أيضا ما يدفعه من الضرائب. إذن التلفزيون المصري تلفزيون الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا والأهلي ينتخب. هخاطبكم كواحد من الشباب اللي قبل ثورة 2011 كناش نعرف كتير عن الانتخابات، الانتخابات السياسية، انتخابات مجلس الشعب، انتخابات رئاسة، كنا بعيد كتير عنها، ولكن كنا دايما بنسمع عن انتخابات النادي الأهلي لأن دايما بينزل فيها رموز ودايما بينزل فيها ناس عايزة تخدم كيان النادي الأهلي. سمعنا عن شعار الأهلي فوق الجميع، الكل يعمل من مصلحة ومن أجل مصلحة هذا الكيان العريق، الكل يعمل من أجل تقدم ورفعة الأهلي إلى الأمام منذ عمر بيه لطفي وبداية الإنشاء في 1907 وحتى 2017 في شعار واحد كلنا، سواء في النادي الأهلي، في قناة النادي الأهلي، أو أي حد بيمر جنب شعار النادي الأهلي بيبص ليه كلمة وشعار الأهلي فوق الجميع. الانتخابات فيها وعود وفيها خيال وفيها واقع، الكل يتحدث ولكن من هو الذي سينفذه؟ الجمعية العمومية عليها أن ترى وتنظر وتفكر وتمعن ثم تختار ما هي مصلحة النادي الأهلي في المراحل المقبلة، مش بس تحت رجلك، بص لقدام، بص لسنين قدام. النادي الأهلي عنده الكثير من الملفات، ملفات رياضية، نادي الأهلي نادي القرن، متسيد كل اللعبات من كرة القدم وحتى السباحة. في لعبات جديدة من الوارد أن تضاف، والنادي الأهلي مش كتير عليه أن يخش وبل يكون عنده أبطال، لأن زي ما قلت لحضراتكم وهفضل أقول لحضراتكم أن النادي الأهلي هو عماد المنتخبات الوطنية في كل الألعاب. النادي الأهلي كويس، منتخب مصر كويس، الأهلي فوق الجميع، الأهلي فوق المناظرات، الأهلي فوق كل شيء، ويجب على الكل اللي أي حد وأي مرشح داخل هذه الانتخابات أنه ينظر لمصلحة ونصر وشعار النادي الأهلي، لأن النادي الأهلي نادي القرن، وهذا اللقب لم يأتي بالصدفة ولم يأتي بالواسطة، بل جاء بالتضحية، بل جاء بالإنجازات، بل جاء بالاستراتيجيات. يعني إيه استراتيجيات؟ يعني في تفكير وفي وعي وفي خطط وفي دراسة وفي مجهود وعرق بيبذل داخل كل الصالات وكل الملاعب عشان يفضل النادي الأهلي إن شاء الله نادي القرن. كان جعفر ولي من كبار مؤسسي النادي الأهلي عام 1907، وقد ظل عضوا في لجنة النادي العليا لعدة سنوات حتى تم انتخابه رئيسا لمجلس الإدارة عام 1924 ليبدأ مسيرة خالدة في تطوير النادي خلال فترة العشرينات والثلاثينات. ولم تقتصر إنجازات ولي على النادي الأهلي فحسب، بل كان له تأثير على الرياضة المصرية، حيث كان هو أول رئيس للاتحاد المصري لكرة القدم بعد أن ساهم في تأسيسه عام 1921. وساهم جعفر ولي باشا في إشراك مصر في أولمبياد عام 1920 وذلك لأول مرة، ثم في أولمبياد عام 1924، كما تولى منصب وكيل اللجنة الأهلية للرياضة البدنية وأصبح رئيسا لها. ويعد والي هو صاحب أطول فترة رئاسة في تاريخ النادي الأهلي، بالرغم من وجود مرحلة فاصلة بين فترتي ولايته كان فيها أحمد فؤاد أنور هو القائم بأعمال رئيس النادي بشكل مؤقت. وشهدت فترة ولاية والي العديد من الإنجازات البارزة، منها الحصول على أول بطولة لكأس مصر في عام 1924
وتمصير عضويات النادي ووصول عدد الألعاب الرياضية لعشرة ألعاب لأول مرة عام 1932. ويستمر الأهلي في ضرب المثل في الانضباط وتقديم المبادئ حينما قرر مجلس الإدارة برئاسة جعفر والي باشا إيقاف نجم الفريق والقائد حسين حجازي لمدة 3 أشهر وحرمانه من السفر مع منتخب مصر إلى أولمبياد أمستردام عام 1928. وكان حجازي قد قضى امتناعا جماعيا لأعضاء الفريق من استلام ميداليات المركز الثاني بعد الهزيمة في نهائي كأس السلطانية أمام الترسانة، فقرر النادي معاقبته مع توجيه إنذار لجميع اللاعبين باستثناء الثنائي الذي حضر، وكانوا زكي عثمان ورياض شوقي. ورغم طلب الاتحاد المصري لكرة القدم من النادي الأهلي رفع الإيقاف عن نجم المنتخب، رد جعفر والي باشا بالرفض قائلا: المبادئ قبل البطولات. اهلا بكم من جديد مشاهدينا ونكمل كلامنا. ولكن في البدايه الصراحه الفتره اللي فاتت في اداره الرياضه المصريه لازم كده بنتفاجئ بحاجات جميله جدا، حاجات بتخليك سعيد وانت بتتابع كل الامور، وفجاه النادي الاهلي بيتلقى اخطار بان مديريه الشباب والرياضه التابعه لمحافظه القاهره اللي بيقع فيها جغرافيا مركزيه النادي الاهلي بالجزيره. ثم بين عاشيه وضحاها على راي دكتور خالد نلاقي الموضوع بينقلب لوجهه ثانيه في محافظه ثانيه. هو الشيء المستغرب في الموضوع ان احنا كل ما نقول يعني النادي الاهلي في اشياء كثيره تغاضى عنها من اجل ان تقام الانتخابات، لكن المشكله ان اللجنه الاولمبيه وكانها لا تريد ان الامور تمشي بسلاسه. بعت 24 النادي الاهلي بعت لك 24 و25 قلت لي لا احنا عندنا انتخابات الطيران و و و طب لا 30 واتفقنا ومديريه القاهره هي اللي هتشرف على الانتخابات. الناس كلها عارفه ان في احد المرشحين بصحبه اخر راحوا للوزير، وانا لغايه دلوقتي مش عارف ليه الوزير، هي المفترض يروح للجنه الاولمبيه على الاقل يعني من باب ان الامور تمشي يعني كده وكده يعني اللجنه الاولمبيه. احنا في البدايه لما القانون 71 ل 2017 اسند كل مهام الوزاره الا القليل للجنه الاولمبيه قلنا نقطه نظام. يا جماعه الوزاره بقى لها سنين وسنين ومعاها المديريات ومع ذلك كانت بتطفي الانتخابات. هل اللجنه الاولمبيه عندها من الكوادر او عندها من الرواد ان هي تعمل؟ فكل يوم هفترض جدلا ان اللجنه الاولمبيه هي المتحكمة في الرياضة، هفترض جدلا جدلا وحط تحت جدلا مليار خط. طب ازاي؟ يعني انت جاي النهاردة تقول لي طب انا هدي لك الجيزة، الجيزة ناس محترمة وكل حاجة، لكن خليكم مكان مجلس إدارة النادي الأهلي. المفروض مجلس إدارة النادي الأهلي هو اللي يعترض على إن القاهرة اللي هي اللي تعمل، لأن القاهرة كانت سبب في إن الانتخابات أبطلت. والوزارة وقتها وكان على رأسها خالد عبد العزيز الوزير الحالي. ومع ذلك لم نجد ينطق ببنت شفا المهندس محمود طاهر ولا قيمته ولا اي حد. نفاجئ ان اخر هو اللي راح. طب خلوك مكان اي حد. انا بعد ما بعت لك وقلت لك بقول لك لا ده انا هجيب لك الجيزه، طبيعي يطلع المهندس محمود طاهر يقول لا انا الماده 16 عندي من اللائحه اللي انتوا فرضتوها عليا وانتوا عملتوا واحضرتوا 14975 صوت اهلاوي قال عايزين لائحه الاهلي ومع ذلك فرضتوها وقلنا ماشي. اللائحه بتاعتكم بتقول من حق النادي انه يبقى موظفينه هم اللي يديروها. الراجل قال لكم لا احنا عايزين الاشراف الطبيعي ومديريه القاهره، انتوا عايزين ايه؟
ما تقولوها بصراحة، انتوا عايزين ايه؟ عايزين مين؟ عشان نفهم. هو دكتور، هو من الطبيعي النادي الاهلي يكون له الحق في انه يختار اي جهة هي اللي تشرف، ولا الجهة بقى مش هنقول الرقابية، جهة الادارة اللي هنفترض جدلا انها اللجنة الاولمبية هي اللي بتحط هذه الضوابط؟ ماشي. من الطبيعي مين اللي بيحط الضوابط؟ المادة 16 من اللائحة الاسترشادية التي وضعتها اللجنة الأولمبية، والتي أرسلت بالأمس خطابا بتقول له لا ده أنا هجيب لك الجيزة، هي اللي وضعاها بإيديهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، ده أنتوا اللي حاطينها. وطبقا للمادة 16 كان ممكن الأهلي يقول لكم لا ده أنا هجيب موظفين النادي، لكن عشان من البداية عايزينها محدش يتكلم قالوا لهم لا احنا القاهره هي اللي بعتت واوكيت القاهره. اجي اقول لك الجيزه، طب انت عارف لو مهندس محمود طاهر كان وافق على الجيزه قال لهم لا احنا هنجيب لكم الواد الجديد. المهم هو اي حاجه، وانا مش عارف لماذا يفعل مع النادي الاهلي ذلك. اذا افترضت حسن النيه، وانا بحاول جاهدا الا اهدر عقلي لافرض حسن النيه، هناك شيء يدبر بليل وبالنهار من اجل ادخال النادي الاهلي الى نفق مظلم كبعض الانديه. وافتراضا المسؤولين في اللجنه الاولمبيه حينما يتحدثون بنقول ان احنا بنعمل هذا من اجل المصلحه العامه، ده اي شيء، انا باخد الموضوع من اول المشهد وبدايه تصدر اللجنه الاولمبيه افتراضا لمشهد اداره اللائحه الاسترشاديه والضوابط والعراقيل والى خلافه، وفي الاخر انت المفروض ان انت بتنهض لي بالرياضه المصريه. طب لو حضرتك فعلا منظم وبتدرس كل حاجة حضرتك بتعملها، سواء من قرارات سواء من لوائح أو أي حاجة تانية، حضرتك ليه دايما فجأة بننام ونصحى بنفاجأ بحاجات بعيدة تماما عن الواقع وعن المنطق ويبتدي يخش فيها شبهات؟ ليه حضرتك هذه الأمور بتدخل نفسك في متاهات سواء كلجنة أولمبية أو كأي جهة أخرى؟ لأن الواحد ما بقاش فاهم هو ايه مصلحه الرياضه المصريه ان انا يجي لي اختار بميعاد ثم فجاه يتغير هذا الميعاد ويتغير الجهه الرقابيه ليه والمصلحه مين، وايه اللي هيفيد الرياضه المصريه بتغيير كل هذه الامور؟ هل الرياضه المصريه فعلا حضرتك بتدعمها وانت بتعمل كده مع النادي الاهلي؟ اللي هرجع وافكر حضرتك ان كل ميداليه اولمبيه مصر بتاخد منها حاجه بيبقى النادي الاهلي له دور كبير جدا عشان حضرتك تاخدها وعشان مصر تاخدها وتيجي بعد كده تتباهى بيها. في كل الدورات الاولمبيه على مدار الفتره الماضيه تيجي فجاه تلاقي مشكله في ازمه معسكر، فجاه تلاقي مشكله في ازمه ملابس، وكلنا فاكرين ازمه ملابس البعثه المصريه في اولمبياد لندن والمنظر والشكل. هل ده فجاه الناس اللي مسؤوله عن الرياضه اللي بتقول انها بتدرس كل حركه وكل خطوه وكل شيء فجاه صحيوا لقوا هذه المشكلات؟ فجاه لقوا ان النجوم اللي حققوا انجازات مش لاقيين معسكرات، وفجاه الكيرف شوفوا كل واحد خد ميداليه اولمبيه ترتيبه فين وتصنيفه فين؟ ويا رب يا رب يا رب يا رب يكذبوا كل اللي انا بقوله ويعملوا لنا حاجه في طوكيو 2022. أنا هقول حاجة قبل ما أقدم التقرير وفي أو عن الموضوع ده. هل اللجنة الأولمبية لما رمت الموضوع ده حطت النادي الأهلي ومجلس إدارته الحالي إلى خيار أحلاهما مر؟ يا إما النادي الأهلي يقبل ويبقى قدام الناس هم الناس اللي بيقدروا يمشوا حتى لو الأمور مش لوجيك، يا إما النادي الأهلي يرفض ويقولوا لك بصوا أهو النادي الأهلي رفض. مش كده، ما هكذا تورد الإبل. نروح ل هذا التقرير ثم نعود ثانية. ما زال البعض يخطط في الخفاء من أجل إفساد انتخابات النادي الأهلي المقررة يوم 30 نوفمبر الجاري، بعد أن ظهرت أزمة جديدة بطلتها اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة. وأثر قرار وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز بتغيير مديريات الشباب والرياضة المسؤولة عن متابعة انتخابات الأهلي الشكوك حول الانتخابات المقبلة جدلا واسعا. ولم يعد مفهوما كيف تدير مديرية الشباب والرياضة في محافظة الجيزة انتخابات الأهلي لأول مرة في التاريخ، رغم أن النادي الأهلي يتبع إداريا لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة.
إلا إذا كان التغيير تشكيكا في مسؤول الجهة الإدارية بالقاهرة. وأصبحت التساؤلات تدور حول سر تغيير الإشراف الإداري على انتخابات الأهلي بدون أسباب واضحة، إلا إذا كان هناك جلسات تدور في الخفاء أو أمور لا تليق بتاريخ انتخابات الأهلي. اهلا بكم مشاهدينا من جديد. طبعا احنا مهما نتكلم ومهما نقول مش هنقدر نعمل، لكن عايزين نجيب عضو من اللجنه الاولمبيه نفسها، قد يكون من الممكن عنده من الردود ما يشفي الغليل. يعني دكتور علاء عصب الله، عضو اللجنه الاولمبيه المصريه، اهلا بحضرتك. مساء الخير يا كابتن خالد، ومساء الخير يا كابتن محمد، واهلا بيكم واهلا بمشاهدي قناه الاهلي، القناه المحترمه. اهلا بيك يا فندم. ابدأ فاروق مع الرئيس. فندم، فجأة فوجئنا بقرار بتغيير الجهة الرقابية على انتخابات النادي الأهلي من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة إلى محافظة الجيزة. هل هذا شيء منطقي ويحدث في هذا التوقيت؟ والله يعني الحقيقة في حاجات كثيرة في القطاع الرياضة بتحدث ليس لها أي تفسير منطقي وليس لها أي مبرر علمي. يعني تغيير الإدارات، ما هي الإدارات، إدارة مديريات الشباب والرياضة يعني أحياء كلهم محترمين، لكن أعتقد أن هو تغييرها في هذا الوقت لماذا؟ أعتقد أن لا توجد إجابة لكلمة لماذا. الاجتماع اللي حضرتك حضرته أقرته فيه أن الإشراف يبقى من الجيزة مش القاهرة، أنت كنت موجود ولا الاجتماع ده ما كنتش موجود فيه؟ والله يعني أنا الحقيقة المفروض أن أنا عضو مجلس إدارة لحين إتمام العملية الانتخابية لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية. تمام. ولكن للأسف الشديد أنا من الناس المغضوبة عليهم ولا الضالين. انتساب يعني؟ والله حتى الانتساب ولا خلوك منازل؟ ولا منازل، حتى المنازل بيروح يحضر الامتحانات. طبعًا. الانتساب بيروح مرة في الجمعة يحضر. طب دكتور، انا بقالي اكثر من 3 أشهر لم ادخل اللجنه الاولمبيه ولم يتصل بها احد ولم ادعى لاي اجتماعات. طب يا دكتور بعد اذن حضرتك، هو يعني كيف تؤخذ القرارات؟ هل بتؤخذ انفراديا؟ هل بتؤخذ او بتملى من جهه اخرى؟ او يعني ازاي كيف تؤخذ القرارات داخل اللجنه الاولمبيه ما دام اعضاء مجلس الاداره ما بيحضروش؟ مين اللي بيقر؟ مين اللي بيصور؟ القرارات بتؤخذ انفرادية. من رئيس اللجنة الأولمبية ولا من مين؟ والله هذا السؤال يسأل للجنة الأولمبية. لا لا لا، حضرتك تستنبط بحكم قربك، من مين يعني؟ ممكن يكون رئيس اللجنة الأولمبية. طب ما كلمة ممكن يعني ممكن يكون آخر، إن لم يكن رئيس اللجنة الأولمبية فمن من؟ من داخل اللجنة الأولمبية مش من خارجها. من داخل اللجنة الأولمبية. طب انا طب يعني لماذا هذا مش التعنت؟ احنا عدينا مرحله التعنت مع النادي الاهلي وترك في انديه اخرى تفعل ما تشاء. من وجهه نظر حضرتك، ليه هذا الموقف المتخذ ضد النادي الاهلي من اللجنه الاولمبيه اذا افترضنا انها اللجنه الاولمبيه؟ معايا يا دكتور؟ ذهب الدكتور بعيدا. هو اكيد حصل تمام. مشكله في الاتصال وهيعود ان هنعود بيه. نرجع تاني فاروق لغايه ما انا فعلا انا مش متصور ازاي يتعمل كده مع النادي الاهلي. يعني انا مش لحاجه، انت بتمد كل الانديه. رجع الدكتور تاني. دكتور انت سمعت سؤالي ولا عيده؟ لا لا، انا معاك، انا مع القناه المحترمه. يعني انت النهارده حضرتك لماذا يفعل ذلك بالنادي الأهلي من اللجنة الأولمبية؟ هل هناك من يريد إرسال رسالة إلى النادي الأهلي وإلى جمعياته العمومية بأمر ما، واتخذت اللجنة الأولمبية ومن وراءها رأس حربة لإيصال هذه الرسالة إلى جمعياته العمومية أم ماذا؟ هو زي ما حضرتك بتقول، هي الرسالة بترسل إلى النادي الأهلي والجمعية العمومية الخاصة به، ولكن أنا بحب أؤكد أن الجمعية العمومية وأنا
احد اعضائها. هذه الجمعية العمومية جمعية محترمة تحافظ على النادي الاهلي، ومهما يتم من اللجنة الاولمبية او من اي جهة سيادية او غير سيادية ضد النادي الاهلي فلم تهز شعرة من رأس النادي الاهلي. النادي الاهلي كبير في جمعيته العمومية، النادي الاهلي كبير بتاريخه الرياضي، كبير بتاريخه الشخصيات المحترمة التي تولت إدارة النادي الأهلي، النادي الأهلي كبير بنتائجه على مستوى أفريقيا وعلى مستوى المحلي وعلى المستوى العالمي. أعتقد أن ليس هناك رسائل توجه إلى الجمعية العمومية، الجمعية العمومية للنادي الأهلي قادرة أن تأخذ قرارها بنفسها بتفكيرها بمنطقها بهدوءها بعلمها. طب دكتور علي هاخد لحضرتك لمكان حضرتك طبعا بصفتك قيادي عضو مجلس اداره في اللجنه الاولمبيه. اذا اللجنه الاولمبيه الهدف الاسمى لها انها ترتقي بمستوى الرياضه المصريه عشان المنتخبات المصريه تحقق انجازات للرياضه المصريه، ده صحيح ولا مش صحيح يا فندم؟ هذا هو المنطق وهذا هو العلم الذي يطلق على اللجنه الاولمبيه أنها أم الرياضة في كل دول العالم كما رأينا. طيب يا فندم، لكن للأسف الشديد أكمل بس كلام يا فندم، أكمل كلام. لما يكون عندي نادي زي النادي الأهلي، نادي القرن في أفريقيا، بيمدني بكل العماد الرئيسي لكل منتخباتي، هل من الصحيح أن أنا بدل ما أخش معاه في صدامات وصدامات قرارات إدارية بيروقراطية لن تؤدي إلى أي شيء في المصلحة العامة اللي المفروض انا كلجنه اولمبيه منوط بيها من الدوله، يعني الدوله حطاني عشان انا اجيب لكم ميداليات، من الاخر انا اجيب لكم بطولات، انا انظم لكم المنظومه عشان نجيب اي انجازات. ففي كل حته في العالم، هاخد حضرتك مثلا لالمانيا، هل من الطبيعي ان اللجنه الاولمبيه الالمانيه تخش في صدامات بيروقراطيه مع نادي بايرن ميونخ ولا نادي بروسيا دورتموند، ولا هروح مثلا لايطاليا نروح لنادي اليوفي والميلان ونخش في هذه الصدامات، وفي الاخر في الاخر الى ماذا ستؤدي هذه الصدامات يا فندم؟ اللجنه الاولمبيه المنطق والعلم يقول انها لا تدخل في صدامات لا مع النادي الاهلي ولا مع نادي الزمالك ولا مع اي نادي. اللجنه الاولمبيه المفروض انها تخطط للمنتخبات القوميه للمشاركة في الدورات الأولمبية، الدورات الإفريقية، الدورات العربية إن وجدت. ولكن أنا شخصيا شايف أن الحقيقة اللجنة الأولمبية بتعمل في اتجاه معاكس لاتجاه اللجان الأولمبية على مستوى العالم. ما تفعله اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة الأستاذ المهندس هشام حطب، كل ما تفعله هيعود على من سواء إيجابا أو سلبا؟ فسوف يعود سلبا على الرياضة المصرية بصفة عامة. اللجنة الأولمبية لا تعمل لصالح الرياضة المصرية. أمال تعمل لمن؟ للأسف الشديد. تعمل لمن؟ ولمصلحة من؟ تعمل للمصالح الشخصية فقط لا غير. يقول بعض الخبساء أن اللجنة الأولمبية ورئيس اللجنة الأولمبية ليس هو من يقرر كل ما فيها وإنما يؤتى من الخارج، وأنا أقول بعض الخبساء وليس الكل يعني. لا حضرتك قلت الخبساء، لكن انا اعتقد انها تدار من اللجنه الاولمبيه. تمام تمام، يعني هي دي دلوقتي هم اللي هيحاسبوا على ما يفعلونه. بالظبط كده. شكرا ليك دكتور. دكتور علي بس قبل الختام يا فندم، هل في دراسه لنجومنا وابطالنا اللي حققوا لنا ميداليات في اولمبياد لندن، وايه المتوقع من نجومنا وابطالنا في كل الرياضات هيجيبوا لنا ايه من الميداليات والانجازات في طوكيو 2022؟ أعتقد أن التوقعات طالما أنها غير مبنية على أسس علمية ودراسات بحثية منطقية لا تؤخذ بها، هذه توقعات شخصية. العلم لا يعترف بالتوقعات الشخصية. يعني مفيش برامج يا فندم، مفيش برامج أبحاث نأخذ منها التوقعات. أنا أتحدى أن هناك أي عمل استعداد لأي منتخب للمنتخبات للدورة الأولمبية 2020 في طوكيو. يعني أصلا ما فيش أي ملف لأي من الأبطال اللي المفروض هيمثلوا مصر، اللي هي الشغلانة الرئيسية أصلا للجنة الأولمبية.
اللجنه بتعمل في اتجاه معاكس للاعداد للدورات الاولمبيه. كيف تدار اللجنه الاولمبيه اذا كان هناك اداره؟ وده هيكون سؤالنا الاخير. ما فيش اداره، هو في اين هي الاداره؟ زي ما قلت حضرتك وتفضل، انا عضو اللجنه الاولمبيه وعضو منتخب مش معين. فانا لم ادخل اللجنه الاولمبيه منذ اكثر من 3 أو 4 أشهر، لان اللجنه مشغوله بتجهيز انتخابات الاتحادات، بتجهيز القائمه اللي هتدخل مجلس اداره اللجنه الاولمبيه، ومحطوطه الاسماء منذ اشهر طويله، ولا يجرؤ احد ان يرشح نفسه، لا رئيس ولا نائب ولا سكرتير ولا عضو من اعضاء اللجنه الاولمبيه، ولا واحد. ستكون الانتخابات كلها بالتزكيه. طب نروح لمين؟ الست بتقول اروح لمين، واحنا بنقول لك طب نروح لمين؟ الله يرحمها الست، حقيقي اروح لمين؟ لا اله الا الله سيدنا ومولانا محمد. بالتاكيد ده خير ختام. شكرا لك ربنا. شكرا لك. الى الله نشكو. شكرا لك دكتور علي حسب الله، عضو اللجنه الاولمبيه المصريه. لا دكتور، الواحد بيشوف العجب. في 2017 وانا هاخد حضراتكم لان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي كان في احد المؤتمرات بنتكلم على رؤيه ورؤيه مصر في المستقبل ومشاريع وملفات ودراسات في كل المجالات، ولكن يبدو ان الرياضه المصريه الرؤيه زي ما حضراتكم سمعتوا، ربنا يكون في عون ابطالنا لانها كلها هتبقى انجازات فرديه، وانا بقولها لحضراتكم وانا اعلم ما اتحدث عنه، لان ما دام ما فيش تنظيم وما فيش تخطيط اذا هي حاجات فرديه زي ما بيحدث، هي كلها انجازات فرديه. ربنا يكون في عون ابطالنا وربنا يكون في عون الرياضه المصريه. احنا هنروح فين؟ هنروح على الفاصل ولا هنعمل؟ رايحين تقرير. طب تقرير ونرجع. ايام قليله ويعلن مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد الذي سيكمل سلسلة الإنجازات الذي بدأها المهندس محمود طاهر رئيس النادي الحالي والمرشح على نفس المنصب خلال الانتخابات المقبلة، والتي سيسدل الستار عليها في 30 نوفمبر الجاري. ولا يختلف اثنان عن أن انتخابات النادي الأهلي مختلفة تماما عن كافة الأندية التي تجري انتخاباتها في نفس التوقيت، لأن السمة المميزة لانتخابات النادي الأهلي هي الحفاظ على القيم والأخلاق التي رسخها المايسترو الراحل صالح سليم، فلا نجد تراشقا بالألفاظ بين المرشحين أو الخروج عن النص، وهو الأمر الذي يجعلنا دوما نشعر بالفخر والاعتزاز كوننا ننتمي للنادي الأهلي العظيم الذي تعلمنا من خلاله سلوكيات لن نجدها سوى داخل جدران القلعة الحمراء. ولا شك أن أناقة انتخابات النادي الأهلي أمرا جذب انتباه الجميع، فالكل يتحدث عن الرقي الذي تشهده الانتخابات بالرغم من قوتها. وبعد أن أغلق باب الترشح لانتخابات النادي في 21 أكتوبر الماضي بعدما تقدم 36 مرشحا على 12 مقعدا، وقد أغلق باب الترشيح لانتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي في مساء اليوم السبت، حيث تقدم للانتخابات 36 مرشحا يتنافسون على 12 مقعدا، فيما تقدم على منصب الرئيس 4 مرشحين هم محمد ثابت محمد عثمان فضل الله وإلهام أحمد عبد اللطيف جاد عجينة ومحمود إبراهيم إبراهيم الخطيب ومحمود طاهر حسن. كما تقدم للانتخابات على مقعد نائب الرئيس كلا مصطفى فهمي مراد فهمي والعمر فاروق محمد عبد الحميد العمري، وفي أمانة الصندوق تقدم كل من مصطفى كامل زاهر أحمد رفيق وخالد محمد علي الدرندلي، وتقدم لمنصب العضوية فوق 35 عاما 19 مرشحا هم محمد حسن محمد سعد الدين وجوهر نبيل جوهر محمد وإبراهيم كامل كامل السيد القفراوي خالد عبد المحسن كامل مرتجي ومحمد عمر محمد الضماطي وطارق حسن عبد الحميد حسن قنديل ورني عمرو مصطفى علواني وهاني صلاح محمد سر الدين ومحمد يحيى مصطفى عيسى ومحمد جمال أحمد محمد هليل وهشام فوزي محمد علي وأيمن فتحي محمد المرشدي وحمدي محمد علي الكنيسي وخالد عادل عبد حبيب محمد ماضي محمد عثمان ومنى عبد الكريم السيد سليم. أما على منصب العضوية أقل من 35 عاما فقد تقدم 9 مرشحين
هم محمد جمال عبد القادر الجرحي ومحمد زكريا عبيد سراج الدين ومهند مجدي محمد عبد العزيز وشيرين هاني محمد حسين منصور وحسام الدين مصطفى حسن محمد علي وعمر محمد ربيع ياسين محمد ومحمد سعيد أبو الفتح فتح الله ومروان هشام محمد فؤاد وأحمد مصطفى محمد عبد القادر. كما تم ترتيب أسماء المرشحين ترتيبا أبجديا وفقا للائحة، وذلك بعد العرض على مجلس إدارة النادي الأهلي. بكم من جديد مشاهدينا، وهنذهب الى الاخبار. هنبدا باخبار قائمه الكابتن محمود الخطيب، وهنبتديها بخبر المهندس خالد مرتجي المرشح على مقعد العضويه في انتخابات النادي الاهلي المقبله. ان النادي الاهلي فوق الجميع وهو ليس شعار ولكن يقين لا يدركه الا ابناء النادي الاهلي. واضاف في تصريحات عبر الاذاعه: نحن نخدم الاهلي من اي مكان واي موقع. اتذكر ان الراحل طارق سليم كان يقول لي انه مستعد للعمل كبواب للنادي الاهلي. واوضح: دخلنا الانتخابات ضمن قائمه الخطيب بهدف خدمه الاهلي ورد الجميل للنادي. الاهلي محتاج ان تعود روح ونكهه الاهلي مره اخرى. واكمل: اذا وفقنا ونجحنا كقائمه واحده اعتقد اننا قادرون على تقديم اداء جيد لجماهير واعضاء النادي الاهلي. واكد: هدفنا خدمة أعضاء الجمعية العمومية، هم من يختاروا ويحددوا من المجلس القادم، وأنا أثق تماما في اختيارات الجمعية كونها جمعية عمومية واعية للغاية. كابتن محمود الخطيب يدعو أعضاء الأهلي لحضور ندوته الانتخابية الخميس. وجه محمود الخطيب أسطورة الكرة بالأهلي والمرشح لمنصب الرئيس في انتخابات النادي المقرر لها في 30 من نوفمبر الجاري الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية لحضور الندوة التي تعقدها قائمته في 7 مساء الخميس بمقر النادي بالجزيرة. ويكشف الخطيب خلال الندوة عن الكثير من المفاجآت لأعضاء الجمعية العمومية، ويوضح أيضا الكثير من النقاط التي أثيرت في الفترة الأخيرة، ومن بينها استاد الأهلي الذي يمثل الحلم بالنسبة لأعضاء وجماهير النادي، وكذلك في حضور جميع أعضاء القائمة التي تضم كل من العمري فاروق المرشح لمنصب النائب وخالد الدرندلي المرشح لمنصب أمين الصندوق والمهندس خالد مرتجي إبراهيم القفراوي الدكتور رانيا علواني طارق قنديل وجوهر نبيل ومحمد الضماطي للعضوية فوق السن ومعه الجرحي والدكتور مهند مجدي ومحمد سراج للعضوية تحت السن. ويواصل الخطيب خلال الندوة: سيفسر برنامج قائمته الانتخابي والذي يتضمن الكثير من المشروعات الكبرى في مختلف القطاعات الرياضية والإنشائية والخدمية والاستثمارية. نروح لأخبار القائمة الأخرى، قائمة المهندس محمود طاهر. المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمرشح على المنصب ذاته في الانتخابات المقبلة أكد على رفضه إقامة الانتخابات تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة. وأضاف: مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة طلبت مني في وقت سابق عدم إقامة الانتخابات يومي 24 و25 من نوفمبر الحالي نظرا لانشغالها بانتخابات أخرى. وكانت الأمور تسير بشكل طبيعي بعد أن تم تحديد 30 من الشهر نوفمبر موعدا لانتخابات الأهلي. وتابع: فوجئت بتصريحات فضائية من سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية تؤكد أن مديرية الجيزة ستقوم بالإشراف على انتخابات الأهلي، ولكني لم أخذ الأمر على محمل الجد حتى تلقينا إخطارا رسميا بذلك. وأكد رئيس الأهلي أن المادة 16 من اللائحة تمنعه الحق في إسناد الإشراف على الانتخابات للجنة من النادي تحت إشراف قضائي كامل، لذلك لن أوافق على إشراف مديرية الجيزة حتى لو كلفني الأمر إلغاء الانتخابات. حرص محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المرشح على المنصب ذاته على زيارة نادي مستشار هيئة النيابة الإدارية بصحبة أعضاء قائمته الانتخابية من أجل الحديث مع رجال القضاء حول ملامح البرنامج الانتخابي والتعريف بأعضاء قائمته ورؤيتهم نحو مستقبل أفضل لأعضاء النادي الأهلي.
وتضم قائمة طاهر كل من مصطفى مراد فهمي نائبا، وكامل زاهر أمينا للصندوق، وحمد الكنيسي، وهاني سري الدين، وخالد حبيب، وإيهاب ماضي، ومحمد يحيى، ومحمد جمال هليل في منصب العضوية فوق السن، والثلاثي مروان هشام، شيرين منصور، وأحمد مصطفى تحت السن. كده في أخبار ثانية؟ لا مفيش أخبار كده. كده مفيش أخبار، خلاص كده هي الأخبار مقتدبة، بعد كده هتزيد الأخبار اليومين الجايين. طيب احنا هنطلع فاصل. هنطلع فاصل، بس قبل ما فاصل احنا بنقول للسادة المشاهدين احنا معانا النهاردة، هي طبعا زميلة اشتغلنا مع بعض سنين كتيرة جدا، وهي من غير ما نعرفها هي كابتن مصر وكابتن النادي الأهلي وعضو اللجنة الأولمبية المصرية وحاجات كتير، عضو اتحاد كرة الطائرة، حاجات كتيرة قوي. الزميلة منى عبد الكريم مرشحة عضوية فوق السن المستقلة. نذهب ثم نعود. استفزني قوي ان النادي يظل حبيس محافظه القاهره والجيزه. الاهلي نادي عريق، نادي كبير، نادي قديم، نادي عالمي. من حق جمهور الاهلي في جميع جمهوريه مصر العربيه يبقى فيه فروع للنادي هناك. التفكير الضحل اللي انا شفته في التفكير اللي كان في مجالس الاداره المتعاقبه ان الاهلي فقط رياضه، الرياضه مهمه، وان الاهلي ياخد الكاس والدوري ده شيء مهم جدا، وانه ينافس افريقيا وينافس عالميا ده شيء مهم جدا، لكن كمان الاسم الكبير ده من ينفع ينافس في المجتمع بصفة عامة ويقدم لمصر كلها زي بدايته، زي ما أنشئ في البداية كان بيعمل فصول محو أمية، كان بيساعد حتى مش بس في الرياضة، بيساعد في الدولة. الأهلي نادي النهاردة يقدر يحدد مستوى المعيشة في مصر، مستوى العمل الاجتماعي والعمل الأدبي والعمل الأخلاقي في مصر. فحرام نجتزل هذا كله في خلال كاس ودوري، برغم أهميته. الانتخابات اللي جاية بتاع النادي الأهلي زي ما قال الأستاذ خالد سليمان إنها تكون أعنف انتخابات، أنا شايف إن الانتخابات دي هيبقى فيها مفاجآت كتير، وهيبقى مجلس إدارة أرادوا أم لم يردوا برغم الإعلانات الصاخبة اللي أنا شفتها، أنا بأكد لك إن هيكون فيه من خارج الائتلافين أو الأيمتين، حتى من خارج ائتلافنا هيبقى فيه مرشحين. حصل الترشح للنادي الأهلي لأن أنا يعني دمي النادي الأهلي وكلنا بنحب النادي الأهلي، فأنا شايف إن النادي الأهلي يستاهل إن هو يكون في وضع أحسن، يعني هو طبعًا النادي الأهلي نادي القرن، بس يستاهل برضه إن هو يكون في وضع أحسن من اللي هو فيه. فأنا شايف إن عندي أفكار كويسة جدا وحاجات عايزة تتطبق، فعشان كده أنا دخلت في الترشيح إن أنا أحاول إن أنا أطبق الأفكار اللي إحنا عايزين نطبقها يعني. بس واتقابلت طبعا مع سيادة النائب الأستاذ خالد النادي المحامي خالد سليمان، واتفقنا على شوية أفكار اتقربنا مع بعض واتفقنا فيها وعملنا ائتلاف. والله أنا شايف انتخابات الأهلي القادمة مش انتخابات النادي الأهلي اللي هي المعتادة أو الانتخابات النادي الأهلي العادية. أولا حتة 12-0 دي اللي هي قايمة مثلا تنجح بناسها، لا مفيش كلام. يعني المجلس ده وافتكر المجلس ده هيبقى مجلس ائتلافي ما بين القائمتين والائتلاف والمستقلين. أنا كراجل محامي
الدافع الاساسي ليا في ان انا انزل الانتخابات دي بصراحه استفزني جدا صدور الحكم بحل مجلس اداره النادي الاهلي السابق، لان انا كنت بحضر كتير جدا في محكمه القضاء الاداري قضايا متعلقه بمكتبي وباخرين، فكنت بشوف ان الاداء القانوني في الدفاع عن النادي الاهلي ما كانش جيد جدا، وحد بقيمة النادي الأهلي وقامته ما ينفعش يقولي الدفاع عنه للجهة الإدارية فقط أو للمحامين هيئة قضايا الدولة، لازم في مؤسسة قانونية تراعي ده، خصوصا طالما أنت هتبتدي باللفظ الدارج أنا آسف على جرجر النادي الأهلي للمحاكم في كل انتخابات، فللأسف الشديد ما ينفعش إن أنا ما أكونش بالقيمة دي وأتبصر لما يحاك لي. دي أعنف انتخابات هياخدها النادي الأهلي، أعنف انتخابات. على فكرة فيها كل الوسائل الحسنة والغير حسنة. وضيفتنا النهارده كابتن منى عبد الكريم مرشحه عضويه مجلس اداره النادي الاهلي في اوسن. اهلا بيك. اهلا بيك استاذ خالد. اهلا بيك يا كابتن منى، مشرفه قناتك وبيت قناه النادي الاهلي. الله يخليكم، دايما بيتي ودايما احب اقدم اي حاجه للنادي الاهلي، وانا سعيده باللقاء النهارده. افضل ما في السي في بتاعك ان انا حضرته كله. طب كويس الحمد لله. دي حقيقه حاجه. كيفية بقى استغلال هذا السي في الجميل؟ النادي الاهلي ادى الجميع. صحيح. النادي الاهلي خيره علينا كلنا، حتى على الناس اللي ما لعبوش فيه لكن عضو حتى فيه وتربينا وادانا اشياء. برنامجك كيفية رد الجميل للنادي الاهلي باذن الله عند النجاح. ان شاء الله. طب ابدا الاول بش... انا اديت لك البدايه براحتك. صحيح. شعار البرنامج اولا، لانه شعار البرنامج منكم ومعكم، والحقيقه انا ما كنتش عاوزه شعارات يعني معقده جدا، كنت عايزه شعار بسيط يعبر عن مشاعري ناحيه النادي الاهلي وناحيه اعضاء النادي الاهلي وكل من في النادي الاهلي وكل من قدم حتى ذره عرق للنادي الاهلي، فانا فعلا منكم من النادي الاهلي ومعكم، ده اللي بتمنى انه اقدر اقوم بيه لو انا دخلت مجلس الاداره ان شاء الله، ان انا اكون دايما مع الاعضاء مع الفرق مع كل الاصوات. مثلت النادي الاهلي كام سنه في المراحل؟ من 82 ل 99 والفريق الاول من 85 ل 99. بس هي كان عندها 4 سنين وقتها عشان ما حدش يعد. ما تحسبش قوي بقى يعني. فترة كبيرة جدا من العطاء واكيد من الانجازات. صحيح. الحمد لله الحمد لله، كانت فترة جميلة جدا في حياتي انا بعتز بيها. لبست قميص النادي الاهلي، اكبر نادي في مصر وفي افريقيا وفي الشرق الاوسط، بتاريخه وبطولاته بامكانياته بكل شيء، فانا سعيده ان انا قدرت في يوم من الايام البس القميص ده، ولبسته لمده 17 سنه في كل فرق النادي المختلفه، وكان شرف كبير ليا ان انا امثل النادي الاهلي في يوم من الايام. لبستك نظاره القرايه. طيب يلا نبدا. انا في تفاصيلك، وانت كاتبه عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره الطائره 3 دورات متتاليه، مشرفه على المنتخبات وعضو اللجنه، لا في رئيس لجنه المراه باللجنه الاولمبيه المصريه. صحيح. انت بتجمعي يا كابتن منى ما بين حاجتين، ما بين بطله في كره الطائره وايضا المراه ورئيس لجنه المراه، كيف الاستفاده من الكابتن منى عبد الكريم رئيس لجنه المراه باللجنه الاولمبيه في النادي الاهلي؟
انت بدأت من خيط مهم جدا ومن جانب مهم جدا في النادي الاهلي، جانب المرأة. المرأة بالنسبة لنا يعني هي كل حاجة، هي امي، اختي، بنتي، كل حاجة في حياتنا. ازاي عندك حاجة زيادة؟ اهم مرأة في حياتي بعد امي. اتفضل. أنا بتمنى أنه أقدم لكل الأعمار السنية اللي بتمثل هذا الجانب أقدم لها شيء. لو بدأنا بالطفولة علشان برضو في يعني دي بداية التكوين الشخصية اللي هتبني المجتمع كله. عندي من ضمن الأفكار مؤسسة الأهلي للتراث والثقافة والطفل. مؤسسة الأهلي للتراث والثقافة والطفل هتقدم ايه؟ اولا احنا عندنا تاريخ كبير جدا في النادي الاهلي، عندنا تاريخ كبير جدا في الحركه الاولمبيه كلها في العالم. يعني ايه رياضه؟ يعني ايه اطلع فاهم الرياضه دي معناها ايه؟ او انا بمارس رياضه ليه؟ النادي الاهلي تاريخه ايه؟ هنا كان مثلا سعد باشا زغلول راس اول جمعيه عموميه، السيدة أم كلثوم غنت جوه النادي الأهلي، والملك فاروق قدم لها وسام الكمال داخل النادي الأهلي. في حاجات كتيرة جدا وأمور كتيرة جدا جوه النادي الأطفال لسه ما يعرفوش عنها حاجة، ما يعرفوش عظمة النادي الأهلي قد إيه. يعني حضرتك هتنقلي اللي حضرتك اتعلمتيه وأنت لاعبة وناشئة في النادي الأهلي. صحيح. ومدربين بيعلموك الفلانة ديت أو القميص دوت له مبادئ يعني معينة. يعني إيه هو مش بس اللون الأحمر ده، وراه حاجات كتيرة بالزبط. جدا كمان الثقافة الأولمبية. يعني أنا يعني إيه حركة أولمبية؟ يعني إيه بطل؟ يعني إيه تاج؟ يعني إيه بطولة؟ يعني إيه ميدالية؟ يعني إيه حلقات أولمبية؟ ازاي بدات الاولمبياد؟ ازاي يعني الثقافه بوجه عام في الرياضه، ودي بتاثر عليه بعد كده في المجتمع، بيطلع انسان سوي، بيطلع انسان عارف يعني ايه ولاء، بيبقى عنده ولاء لاول شيء في حياته طبعا. اللي هو النادي اللي راح فيه ومشي فيه ولعب فيه، اتعلم فيه حاجات كتيره جدا. فالنادي بيعلمه الولاء لاي مؤسسه هو بينتمي ليها، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه انه بيطلع عنده تنافس شريف لانه فاهم كل حاجه على اصولها مظبوط، فبيبقى انسان غير صانع للمشكلات، انسان ايجابي في مجتمعه في المستقبل. لما بيطلع كده بيأثر عليه بعد كده طول حياته، وبيأثر في مصر كلها مش بس في شخصيته. كابتن منى، انا عايز اقول حاجه. انا ملاحظ ان ابنائنا واخواتنا وابائنا متحدي الاعاقه وذوي الحالات الخاصه الاعاقه اغلبكم أو أغلب المرشحين موضوعين موضع الاعتبار الكبير. نعم. بس أنا كانت الدورة اللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها بجد كثير في البرامج في السنوات الماضية، ولكني لم أجد على الأرض شيء ملموس. نعم. هتعملي إيه لأبنائنا وإخواتنا دي؟ ذوي القدرات الخاصة الحقيقة أنا كاتباها، وأنا الحمد لله جلست معاهم، ولو ربنا كتب لي إن أنا جوه المجلس أو ما كتبليش إن أنا جوه المجلس هحاول أعمل شيء لذوي القدرات الخاصة ومتحدي الإعاقة، لأنه حتى بتقديم أفكار لمجلس الإدارة المنتخب بإذن الله. أولاً لازم يتم التعامل معاهم زي اللاعبين الأصحاء بشكل كامل، لأنه في الآخر بيمثل النادي الأهلي. كده بتتكلمي رياضة. تمام. عايزين بقى إيه للأعضاء؟ الأعضاء أنا ممكن أقدم لهم حاجات كتير جدا، ممكن أقدم لهم نشاطات، ممكن أقدم لهم نوع من المتابعة الصحية، متابعة التغذية، تسهيل بعض الأمور على الأمهات والآباء اللي تعبوا كتير في حياتهم علشان خاطر ابنهم ينتقل من مكان إلى مكان، علشان يقدر يكون يعني حتى حركة أو يقوم بعمل. قد ايه بيبقوا سعداء لما بيحصل في تطور في حالته الصحيه والنفسيه. لازم النادي الاهلي يهتم بالصحه النفسيه. هيك هتدرسي الحاله. نعم. ونشوف ايه المناسب ليها مثلا. صحيح.
واحد مثلا ما عنده مشكله في التحدث، بيبقى في مثلا حضرتك هتجيبي حد خبير في التخاطب مثلا يساعد هذا العنصر، وفي مثلا عناصر ثانيه حضرتك هتعمليها هتشكليه بهذا الامر. نعم. عاوز ارجع تاني كمان للمراه عشان ما كملناش. انت عامله نادي للمراه. عامله نادي للمراه. عايز افهم نادي داخل النادي. نادي داخل النادي. نادي داخل النادي في الافرع. في الافرع. ازاي عايز أكلم. اولا النادي المرأة ده جات لي فكرة من شكوى العضوات من مسألة انه حمام السباحة سبت واربع من 10 لـ1 بس غير كافي، وكمان ما بتبقاش من 10 لـ1 ومن 10 لـ1 بيبقى ميعاد ضيق قوي، فقلت ليه ما يبقاش في حمام سباحة مغطى ليهم طول اليوم يستخدموه، كمان يكون في قاعة جيم، يكون في كل الخدمات اللي هي متعلقة بالعلاج الطبيعي والرافق صغيره. شايفة أنسب مكان فيها ممكن في ظل يعني أنت عندك الجزيرة الأمور متهيألي ما تستحملش ده. صحيح. أنت ممكن تعمليها زايد مثلا، ممكن تعملها في زايد، ممكن نصر. تعملها في التجمع الخامس، ممكن تعملها في مدينة نصر. كل الافرع اللي هيفكر فيها النادي الاهلي في المستقبل ممكن تعمل نادي المرأة. ولو كسب السيد الهنا عجينه يبقى في 25 فرع. فممكن تعملي الحاجات دي. اتفضلي. كمان نادي المرأة ده هيحتوي على اقسام، سيدات كتير قوي بيحبوا يتعلموا الطهي، بيحبوا يتعلموا التطريز، التفصيل، صناعه الاكسسوار، الرسم على القماش. خليها بنات يتعلموا يعني، لان سيدات الاهلي كلهم بيعرفوا يطبخوا كده. اتفضلي يا كابتن. يعني حضرتك هتضيف لهم العديد من النشاطات اللي هيبقوا نشاطات ويبقوا موجودين، يعني يبقى في اماكن معده لممارسه هذه الانشطه، سواء انشطه فنيه او انشطه مجتمعيه، يقدروا يتقابلوا مع بعض بصوره مريحه اكتر، فده من ضمن الحاجات اللي بقدمها للمراه. وعودة لجنة المرأة كمان بنشاطاتها السابقة، زمان كنا لجنة المرأة دي على طول تاريخها مشرف جوه النادي الأهلي، لو رجعت تاني هتقدم حاجات كتيرة جدا برضو للسيدة والبنت الأهلوية. عايزة كمان أتكلم عن الثقافة لأنها مرتبطة بكل شيء، اللجنة الثقافية كمان لو رجعت بنفس النشاطات هتغير حاجات كتيرة جدا في المجتمع المصري. شايفين أفلام بتأثر قد إيه، وممثلين وفنانين ممكن يكونوا مش بنفس قيمة الفنانين العظام اللي مروا علينا، لكن بيأثروا سلبا يعني على تتحدثي أو تقصدين تحول الدراما أصبح يؤثر سلبا. صحيح. لو قدرنا ان احنا نعود تاني، فاكر استاذ خالد مثلا في النادي الاهلي زمان لما كان يبقى فيه فيلم حلو او مسلسل حلو، نادي السينما لو تفتكر كنا بنعمل نادي السينما، الفنانين كلهم بيبقوا حاضرين وبنناقشهم في الفيلم الحلو او المسلسل الحلو، ده بيخلي دايما القيمه الحلوه النظيفه قدامنا، وبتخلي فيه دايما تطلع للافضل، فالحاجات دي لو ابرزناها بتبقى. كنت دايما محتار ازاي نقدم الثقافه للشباب. نعم. الثقافه للشباب بالتاكيد لو انت عملتها له تيك اواي او ساندوتش على الاقل يبقى منطقه الجذب. نعم. من وجهه نظرك الشباب بعيدين، الشباب البعيدين عن الثقافه، يعني بقى في عالم مفتوح ومع ذلك لا توجد ثقافه كالازمنه، ازاي نقدم الثقافه للشباب يا كابتن؟ هو الحقيقة عالم مفتوح، لكن هم برضو أغلبيتهم مصمم أنه يغلق هذا العالم، يعني بقى كل الثقافة اللي بيحصل عليها أغلبهم من أخبار منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر وغيره. ممكن هذه الأخبار تكون واصلة خطأ، ممكن تكون شائعات، ممكن تكون غير صحيحة غير دقيقة، ممكن تكون لإثارة بلبلة، وبالتالي يعمل لها شير او مشاركه وتلاقي الخبر الخطا او الشائعه الخطا انتشرت في المجتمع كله. تمام. فلو قدرت اوصل له معنى يعني ايه يدور على المعلومه الصحيحه، معنى انه يفتح افاقه قدام العالم كله، انه يقدم حاجه جديده بيعملها. وبرضه في البرنامج في لجنه المتطوعين دي خاصه بالشباب والشابات داخل النادي الاهلي. من اجل ايه يا فندم؟ هيتطوعوا من اجل ايه؟ هيتطوعوا من اجل خدمه النادي الاهلي. في كل الانشطه؟ في كل الانشطه، والشباب هياخدوا درجات مثلا او تقييم، الشباب المميز، واحنا عندنا في الاهلي شباب وشابات مميزين جدا جدا، الشباب المميز داخل العمل
وفي إطار العمل، واللي هيبذل مجهودات كبيرة من أجل شيء معين يحدث أو يختلف داخل النادي الأهلي، إيه المانع أن أنا أقدم له وظيفة داخل الإدارة التنفيذية في الأهلي؟ شباب هتاخدي معاكي شباب تحت السن بقى. بالظبط. يعني هو الأعضاء تحت السن يبقوا، أنت كده دمجت اتنين في واحد، أنت عملت تطوع ومن التطوع شغله. بالظبط. شغالين فين بعد التطوع؟ ممكن في الإدارة، الإدارة التنفيذية عندنا إدارات كتير داخل النادي الأهلي، ممكن بعد كده الموضوع يتطور وابقى انا كنادي اهلي ازكي هذا الشاب او هذه الشابه. تمام. ان هم يعملوا الخبره بتاعه. نعم. يعني انت كاهلي بيت الخبره بتاع النادي ده. صح. من خلال ما قدموه معك في اللجان. نعم. طب ده هي كابتن منى، حضرتك ذكرتي في برنامجك تحويل النادي الاهلي الى نادي صديق للبيئه. يعني ايه الحقيقه الجانب ده؟ غايب عن النادي الاهلي دلوقتي. مش النادي الاهلي، هو غايب عن مصر. اتفضلي. لا، في اماكن مهتمه. الا ما رحم ربي. ايوه، في اماكن مهتمه لكن الغالبيه مش في بالها موضوع البيئه ده. اللجنه الاولمبيه الدوليه نفسها بقت تهتم بموضوع البيئه. البيئه يعني حياتنا، يعني انا وانت والاستاذ خالد والزرع والارض والميه وكل حاجه في حياتنا. فاحنا لو جوه النادي الاهلي قدرنا مثلا، هذكر مثالين، لو قدرنا نتجه للطاقه الشمسيه بدل من الاناره بالكهرباء ده هيوفر كتير للنادي الاهلي، هيخلينا يعني نبعت رساله كويسه جدا للمجتمع ورساله رائعه ان النادي الاهلي مهتم بالحفاظ على البيئه. النادي الاهلي كمؤسسه بتسبق في هذا الشان. صحيح. لو مثلا قام النادي الاهلي بعمليه فصل المخلفات، وهي مش محتاجه حاجه يعني رهيبه، هي محتاجه مثلا ثلاث صناديق جنب بعض، صندوق للورق، صندوق للبلاستيك، صندوق للحديد، وقام ببيع هذه يعني المخلفات. يعني حضرتك تقولي مثلا ان صندوق القمامه بيكون عليه توضيح ايه. صحيح. هي نوع الحاجه اللي بتترمي فيه. نعم. وقام النادي الاهلي ببيع هذه المخلفات، هتدخل له مئات الملايين من الجنيهات كل سنه، هيبقى وجه رساله للبيئه، كل اللي جوه النادي الاهلي حافظ على البيئه وشارك في الحفاظ على البيئه، وهيطلع بره كمان يعلم الناس ازاي. ده نظام متبع في كل دول العالم متقدمه. بالظبط. وفي نفس الوقت مصدر دخل جديد للنادي الاهلي. وانت بتلعبي ولما بداتي في النادي، جيب بالك في يوم من الايام ان هيبقى النادي الاهلي عنده استاد؟ لا، ما جاش في بالي ان الاهلي عنده استاد، وكان في بالي انه هيظل يلعب مبارياته على استاد القاهره. حتى قبل ما ينتقل لبرج العرب وكل هذه الامور. لكن انا فخوره جدا ان الاهلي هيبقى عنده استاد، استاد الاهلي. هنسميه ايه؟ مش عارفه لسه، هل استاد الاهلي او هيطلق عليه اسم اخر. لكن ان انا عندي منشاه بهذا الحجم من الروعة والجمال، وفي نفس الوقت كل ما زادت المنشآت الرياضية اللي هي إمكانياتها عالية جدا، كل ما ارتقت الحركة الرياضية في مصر. ومن هنا استاد الأهلي هيبقى له دور كبير جدا إن شاء الله في هذا الارتقاء. كابتن منى، حضرتك ليه خدتي قرار انك تنزلي مستقلة ولم تنزلي مع اي من القوائم؟ هو في الاول كان في كلام مع الكابتن محمود الخطيب اني انضم للقائمه، وكان مع الكابتن محمود الخطيب 40 اسم، ووصلت لل 13 وال 14 قبل تكوين القائمه اللي هي عارفين انها من 12 عضو يعني. ف كابتن محمود الخطيب اتكلم على مساله الاعلام الرياضي كتير معايا، وشاف انه موضوع الاعلام الرياضي مش محبذ ان هو يبقى جوه المجلس. هل تقدري تاخدي اجازه؟ يعني حضرتك تبقي اعلاميه تبقى عضو مجلس اداره. صحيح. نعم. مع ان في اعلاميين كانوا جوه مجلس اداره النادي الاهلي وتاريخهم كبير، يعني استاذ. نعم. حمدي الكنيسي، استاذ محمود سلطان، استاذه منى الحسيني، الاستاذ عبد الرحمن علي. عبد الرحمن علي. الله عليه. استاذنا. فكان في اعلاميين يعني اثروا في الاعلام كله في مصر وكانوا مثال كويس جدا. كابتن منى، يعني ليه، لماذا ممكن يبقى واحد رجل اعمال وعضو مجلس اداره، ممكن يبقى اي وظيفه اخرى ويبقى عضو مجلس اداره، لماذا الاعلام ده يعني بالاختصاص؟
لو كنت اخذت اجازه تعالي نتكلم كلام عملي. نعم. لو كنت اخذت اجازه، لو كنت اخذت الوصل، فاكره يا سليمان نجيب؟ لو كنت اخذت اجازه نعم، كان مكانك هيبقى في القايمه من وجهه نظرك؟ والله الكابتن محمود الخطيب قال لي تقدري تاخدي اجازه، فقلت له انا ممكن اخد اجازه بس بعد ما انجح في الانتخابات. طب حضرتك ما سالتهوش ليه اشمعنى وظيفه الاعلام كاعلاميه؟ هقول لك، هو الكابتن محمود كان خايف من مساله انه ممكن انا في عملي اعرض النادي الاهلي لاي موقف مش محبذ، لكن الحقيقه انا قبل ما ابقى مذيعه انا بنت النادي الاهلي وكنت كابتن الفريق الاول من 91 ل 99، وعارفه يعني ايه اهلي، وعارفه يعني ايه فريق، وعارفه يعني ايه سر الفريق. فدي نقطه. النقطه الثانيه انه ضيفي سيعبر عن رايه سواء انا كنت معه او لا، يعني سواء كنت انا المذيعه او لا. ثالثا انه الضيف يعني لازم يعبر عن رايه، هو جاي يعبر عن رايه، سواء كانت قرار كان قرار اخذه النادي الاهلي فهو يعني سيعلق عليه. معاها كمنى عبد الكريمه الاعلاميه وليست عضو مجلس الاداره. نعم. حضرتك هتتعاملي مع الضيف في برنامجك كمنى عبد الكريمه الاعلاميه. نعم. انا بتعامل كده فعلا مع كل الضيوف. يعني مين دخل مكان الكابتن؟ ما اعرفش لانه ما فيش مقعد للمرأة. اللي كانوا واصلين وكانت الفرق على 12، يعني كان في 11 ثابتين ولا الامر لم لا لا الامر ما كانش واضح بالنسبه لنا، هي تم الاعلان عنها مره واحده. لكن في كتير بيحاولوا يربطوا بان يعني المنافسه كانت بيني انا ورانيا علواني، لكن هو ما فيش مقعد للمرأة يعني. وكابتن الخطيب ممكن ثلاثة اتكلم عن فكرة انه ياخد اثنين في القائمة سيدتين. انا سمعت كنت انا في النادي واكثر من مرة كان بعض الندوات وبالتحديد للكابتن محمود الخطيب، وكان دائما وابدا يذكر تأييدك او دعمك وشكرك، لدرجة ان انا وانا في النادي افتكرت ان انت جلسة معاهم في الندوة. وايضا في صالة البينج بونج كان بقى المهندس محمود طاهر، وايضا كنت انت موجوده. صحيح. فانت بتبقي موجوده دي، يعني انت كنت موجوده في ندوات الكابتن الخطيب والمهندس محمود طاهر ولا موجوده؟ انا حضرت جزء من ندوه للكابتن الخطيب وجزء من ندوه للمهندس محمود، وربنا كرمني واراد لي اني اكون جوه المجلس، فانا هتعامل مع مجلس ناجح ربما يكون على راس المهندس محمود طاهر او يكون على راس الكابتن محمود الخطيب، فليس علي حرج من اني اسمع الافكار واسمع اراء الاعضاء في كل ما يطرح. تاني حاجه، لو لم يقدر لي الله ان انا جوه المجلس فانا عضو جمعيه عموميه في النادي الاهلي ولازم اعرف. خدي بالك دي الاضمن. صحيح. هي دي موجوده هي الاضمن. احنا كلنا بنلعب على دي، اوعي تفتكري هي دي الاضمن. نعم. طب احنا عندنا كلام مهم جدا مع كابتن منى عبد الكريم، ولكن بعد هذا الفاصل ما تروحوش بعيد، نادي الاهلي حبيبي. تؤكد إدارة قناة الأهلي أن القناة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لانتخابات مجلس إدارة النادي، وإنها على تواصل مستمر مع كافة المرشحين ومع إدارة حملاتهم، كما أنها أعلنت بوضوح طريقة التعاملات التجارية مع القناة حتى تستطيع أن تستقبل رغباتهم في بث إعلانات حملاتهم على القناة، علما بأن إدارة القناة تواصلت منذ أكثر من 10 أيام مع الحملات الانتخابية والقطاع التجاري موضحة وشارحة لكيفية الاتصال من أجل إعلانات السادة المرشحين دون استثناء. وتؤكد إدارة القناة أن برامجها وسياستها التحريرية بها تنوع كامل وشامل لتغطية أخبار كل المرشحين وطرح رؤاهم وبرامجهم كخدمة لمشاهدي القناة، حتى أن البعض هاجم إدارة القناة خلال الشهور الماضية بسبب ما اعتبروه نقد عنيف يصل لدرجة الهجوم ضد مجلس الإدارة الحالي. وبالرغم من ذلك اختارت إدارة القناة ترك حرية الرأي لكافة الاتجاهات والتيارات التي تعبر عن ناديها العريق.
وحتى تكون هذه الحرية مكفولة للجميع دون تدخلات من القائمين على إدارة السياسة التحريرية للقناة. وتعلن إدارة القناة مجددا جاهزيتها لاستقبال ما يرغب السادة المرشحون في بثه على شاشتهم الأهلي، لكي يقدمون برامجهم الانتخابية بالطريقة التي تناسبهم وتكون معبرة بحق عن رؤاهم تجاه مستقبل الأهلي. وأخيرا، فأن أهم ما نرغب في إعلانه وإعلامه للرأي العام وفي المقدمة منهم جماهير الأهلي العظيمة وأعضاء جمعيته العمومية، أن قناة الأهلي لا يشغلها سوى الحفاظ على مصلحة القلعة الحمراء. فكما تعلمنا من تاريخ هذا النادي العريق أن الأهلي أهم من كل الأسماء وأرفع من جميع المناصب، مع كامل التقدير والتوقير لكافة المرشحين، فهم جميعا أولا وأخيرا مثلنا، لا يقصدون سوى مجد الأهلي. الأهلي يواجه الداخلية. في الجولة العاشرة من الدوري المصري على استاد القاهرة، انتظرونا وتغطية خاصة لكواليس قبل وبعد المباراة. استاد الأهلي غدا الساعة 5:30 مساء على قناة الأهلي. أنا الالتزام دايما بتعلم، دايما بتحرك، ببص لقدام، بجري مش بس عشان حياتي، بحب الكورة، بطير بحلمي، وعندي هدف. بحلم بالبطولة. الأهلي كلام، الأهلي رمز، الأهلي عزيمة، الأهلي إصرار. مش لوحدي، أنا كيان، جمهور في كل مكان. برحب مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامجكم الكرة والجمال. بنحاول يبقى فيه صراحة مع الجماهير. بيت فينا الأهلي بخبراته الكبيرة في أفريقيا قادر اللي هو إن شاء الله يجيب انتصار هناك. عشان الأهلي طبعا أنا بألغي كل التحفظات. جمهور النادي الأهلي استحق إن كل قناة قوية. كعضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم للجماهير ما بترجعش. ملف لازم يتفتح ولكن بنشتغل فيه بشكل خاص. الجماهير عاوزين يفرحوا، عاوزين يروحوا مبسوطين. ما جيبش جوان ده مؤمن وحش. أجيب جوان عايز يمشي يجيله عرض. اللي مش مقبول بالنسبة لنا وخط أحمر حد يتكلم على رئيس النادي الأهلي، جماهير النادي الأهلي المحترمة. الكورة والجماهير في الأوقات التالية على قناة الأهلي. الآن
اهلا بكم من جديد مشاهدينا، ونكمل كلامنا مع كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن منى عبد الكريم. كابتن منى، حضرتك كان ليكي دور مهم في اللجنه الاولمبيه للكره الشاطئيه وملابس السيدات. هو في اتحاد الكره الطايره الحقيقه احنا مشينا مشوار طويل علشان كان لا يسمح بارتداء غطاء الراس بالنسبه للمحجبات في بطولات العالم والدورات الاولمبيه، فمشينا مشوار طويل جدا. والحقيقه كان في الدكتور عمرو علواني والسيده هويده موندي والمهندس خالد ناصف، وكنت انا ليا الشرف ان انا اشارك معاهم علشان نقنع الاتحاد الدولي بمساله انه هذا الحجاب ليس فيه خطوره على حياه اللاعبه وهي بتلعب. كان كل تصورهم ان هو ممكن يبقى فيه خطوره على حياتها وهي بتلعب من لفه الحجاب، وايضا هو مش عاوز حكايه الشعارات الدينيه داخل الملعب. ففكره ان انا اقنعه انه هو بالنسبه لي فعلا موجود في ديني الاسلام، لكن فكره ان انا اقنعه ان دي موجوده في ثقافتنا المصريه بالنسبه لغطاء الراس وموجوده في دخلتها لهم من فلكلور مش من الدين، دخلناها من زاويه تانية بحيث ان احنا نحاول نقنعهم. الناحيه التانية برضو بدانا نديهم كذا عينه للملابس بحيث ان هم يختاروا الافضل، فالحمد لله بعد سنوات وافقوا عليها، استفادت منها كل اللاعبات المسلمات. كل اللاعبات بس انت كده بعد رجاله زعلانين. جزاك الله كل خير. يعني كان ممكن يبقى في لعيبه متحجبه وتمنع منها تمارس الرياضه بسبب حجابها، وده حاجه جميله جدا تضاف. في ناس ما راحتش بطولات بسبب هذا الموضوع. انت اشتغلتي استوديوهات تحليليه وكنت اول زميله لينا تقدمي استوديوهات تحليليه، ايه رايك في هذا الصخب من الاستوديوهات التحليليه؟ هو بقى صراع طبعا، لكنه في صالح المشاهد. في مشاهد بيحب يشوف سين، بيحب يشوف صاد، بيحب يشوف المحلل الفلاني وهو بيحلل، ده في الصالح وفي إطار صناعة كرة القدم وصناعة الرياضة بوجه عام. لكن أحيانا التحليلات بتخرج عن الإطار، يعني مسألة إن أنا أركز كتير قوي على أخطاء الحكم شايفاها إنها مسألة ممكن تزيد من حدة التعصب في مصر. ممكن اشوف القرار ايه، الحكم بشر في الاخر. استوديو ابو 8 ساعات ده ايه رايك فيه؟ لا ده ما بيحصلش في العالم. هو اللي انا اعرفه ان هو بالكثير نص ساعه قبل المباراه ونص ساعه بعد المباراه، لكن 8 ساعات بقى واليوم بقى من اوله نفتحه بقى استوديو تحليلي بقى تعذيب واصلاح لا بقى صعب جدا. كابتن منى، حضرتك بصفتك طبعا بطله رياضيه، في من ضمن برنامجك الارتقاء بالمواهب الرياضيه، وفي موضوع مهم جدا للنشاط الرياضي، حضرتك ممكن توضح لنا اكتر؟ فكره انه الاب والام بيسيروا مشوار طويل مع ابنهم علشان يتفوق في لعبه معينه، ويجي بعد كده مثلا في وقت معين المدرب او المدير الفني يقول لا والله ابنك مش هيكمل معانا، هو وقف عند كده ومش هيتقدم في اللعبه دي، يا تشوف له نادي تاني يا تشوف له لعبه تانيه وهو ابنك في الفريق خلاص فريق خلاص. ففكره اداره انتقاء المواهب داخل النادي الاهلي هتبدا من اول ما الاب او الام يفكروا ان الاب هتبقى اداره من النشاط الرياضي، منبثقة من النشاط في جميع الألعاب. في جميع الألعاب هي إدارة واحدة لأبناء الأعضاء. صحيح. من سن الأول ما يبدأوا، من أول ما يفكر يلعب رياضة هيروح الطفل هذه الإدارة، هياخدوا مقاييسه البدنية ويعملوا له اختبارات طبية، وينصحوا الأب والأم أنه الابن ممكن يكون بطل في 1 2 3. حضرتك هتتطلب الأمر في خبراء لكل الألعاب، لأن كل لعبة ليها قياساتها. لا أنا مش هاخد خبراء في كل الألعاب، لأنه في دلوقتي القياسات دي بقت محددة وواضحة، حاجات عالمية. وأي طبيب في الطب الرياضي أو أي متخصص في هذه الأمور بيعرف يحدد من خلال القياسات اللي خلاص اتحددت قدام العالم كله. هينصحوا وتمنع الوسط. بالظبط، هتمنع الوسطه وهتزود معدلات الكفاءه وتمنع الاحباط. يبقى اللي داخل عارف ابنه
هيتفوق فين؟ مظبوط كده، هيتفوق فين؟ فهتوفر كتير قوي من سنين ربما تضيع هباء في نفس الوقت. انا مؤيد ومعارض. مؤيد لان اي حاجه علميه بتؤدي الى الهدف المنشود. سلام. معارض في نقطه واحده. اتفضل. ان ميسي اعظم موهبه كرويه الان، كل الاطباء قالوا ان هو مش ممكن انه يمارس اي رياضه، ولكن قدر الله جعل الموهبه تكمل، لان اللي قال له مش هتكمل هو مجرد دكتور بعيد عن الرياضه. فعشان كده كنت بقصد ان لما يكون في خبير مع الدكتور اللي حضرتك بتقول عليه في القياسات، ده هيأدي او هيدي دفعه كبيره جدا 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 للامر. ولكن هي اي حاجه فيها علم انا مؤيد لها. لكن ميسي كان بيعاني من حاجه، من حاله شبه يعني شبه قزم، هو يعني كان ده كان قريب من ان يبقى قزم. صحيح، لكن تم علاجه بعد كده لسنوات حتى تألق. يعني هو هل ممكن الاداره دي تبقى ايضا للرياضه فقط، وايضا تبقى الكشف المبكر عن بعض ما يعاني منه ابنائنا في النادي الاهلي؟ صحيح، ليه لا؟ ممكن يكشف عن مثلا تشوهات في العمود الفقري، فيقدر ان هو يعالجها بدري. لما طلع الحاله الطبيه، واحنا في مصر دلوقتي عندنا مشاكل العمود الفقري يعني كبيره جدا، صغيرين وكبار وكل الاعمار، فممكن يكشف عن حاجه الاب والام مش واخدين بالهم منها. استاذ فندم، انا اي حاجه فيها، هما الاجانب بيقول لك نمبرز نيفر لايز، يعني اي حاجه فيها ارقام ما بتكذبش، اي حاجه فيها علم انا مؤيد ليها جدا. تمام. لان بره بيقول لك نوت باي لك، حضرتك طبعا بطله كبيره ولعبه ارقام، فشيء محدد وشيء يعني ايجابي جدا وانا داعم ليه بشكل كبير، ولكن يجب ان يكون هناك ايضا بعض الخبراء في اللعبات. اكيد اكيد هيبقوا خبراء في مواهب ممكن حضرتك من النظره ليها فيزيائيا الفيزيكال ابييرنس للاعب، المظهر البدني ممكن ما يتوافقش، ولكن نظره الخبير هنا بتفرق كتير. يعني حضرتك تقيم اللاعب ولي، انت طرحت مثال بميسي، لكن ميسي حاله استثنائيه، مش كل يوم انا هيجيلي طفل ما بيطولش مثلا واقول ان ده ما بينفعش، مش كل يوم، فبتبقى حاله استثنائيه وتم علاجها، فما اقدرش ابني كل الشغل على استثناءات، لكن بحاول ابني كل الشغل على قاعده على اذا حدثت حاله استثنائيه كان بيها. انت هات الاداره والخبير عليا. نعم. وانا وفاروق هنتعاون. الناحيه الثانيه بقى ليها جانب ثاني هياثر في النادي الاهلي، لما اختار صح العناصر من البدايه واعرف ان ده هيتالق مثلا في كره القدم، وهذا الطفل هيتالق في السباحه، وهذا الطفل هيبقى بطل العاب قوى، هختار عناصر صح من البداية، هيتم رفع معدلات الكفاءة داخل كل فريق من أول سن البراعم حتى الفريق اللي بتقولي ده في كل أندية العالم، ده السكاوتينج تيم، ده الكشافين، الناس بتدفع لهم فلوس وبتدفع لهم مرتبات بره عشان يجيبوا المواهب، فحضرتك بتوفري ان يكون في كشافين للنادي بيبقوا خلاص هم متعاقدين مع النادي. دي حاجه ايجابيه جدا. حضرنا واحنا صغيرين الكشافين دول. نعم. الله يرحمه بتاع عبد القال، والله يرحمه الكابتن مصطفى حسين. نعم صحيح. يعني حضرنا الناس دي كلها. في حاجه انت للميديا بقى، انت كاتبه تطوير كافه ادوات الاجهزه الاعلاميه الخاصه بالنادي بما يتوافق مع شخصيه النادي المميزه او المميزه دي او دي تمشي. نعم. الاثنين شخصيه النادي المميزه. اتفضل. المنظومه الاعلاميه هي المراه اللي بتعكس صوره النادي الاهلي امام العالم كله، فكل ما اهتميت بهذه المنظومه كل ما الصوره اصبحت براقه امام العالم، كل ما بقى في متابعين اكتر للنادي الاهلي حول العالم، كل ما زادت قيمه العلامه التجاريه للنادي الاهلي، كل ما زاد الشركاء التجاريين للنادي الاهلي او الرعاه للنادي الاهلي، وبالتالي فالخير قادم من خلال المنظومه الاعلاميه ايضا. مساله انه الموقع الرسمي ليا والصفحات للنادي الأهلي على التواصل الاجتماعي باللغة العربية فقط مسألة تحتاج إعادة نظر، لأنه أنا لازم أوصل للعالم كله، لازم أوصل باللغة الإنجليزية، باللغة الفرنسية، يمكن كمان ممكن أحط اللغة الصينية على فكرة، لأنه الصين تلت سكان العالم، فممكن أحط وهي عملاق اقتصادي كبير، فممكن أنا أعتقد أن الموقع الرسمي فيه لغة إنجليزية، ولكن
بالتاكيد محتاج استفاضه اكبر، وده شيء يعني نعم. ايجابي جدا حضرتك بتنظري اليه يعني. نعم. التاكيد على شخصيه النادي المميزه او المميزه، مش نكسر بعض ما بين الفعل والمفعول. المميزه النادي الاهلي الحقيقه مش بس القاب، هو نادي فيه تاريخ وبطولات ومبادئ وحاجات كتيره جدا. بالرغم من 14 راعي، شايفه ان لسه المفروض فيه كتير؟ ها، في كتير. في كتير، في كتير للنادي الاهلي. ال 14 لا يوفي حقهم، مع العلم ان هم كانوا كم راعي بسيط في الاونه قبل الاخير. نعم. ازاي نكثر من ذلك؟ وجهه نظرك. لما نهتم بكل صغيره وكبيره داخل النادي الاهلي، لما نهتم بالتقييم الصح، التقييم الصح لكل شيء في النشاط الرياضي، تقييم المدرب وتقييم الاداري وتقييم اللاعب واعدادهم وتطويرهم، ده هيخلينا دايما نحافظ على شخصية النادي اللي هو نادي أبطال وبطولات، وهترتفع قيمة النادي. كلما ارتفعت قيمة النادي أو علامة النادي، كل ما قدرت أن أنا أحقق أكبر مكاسب. وعلى فكرة مش بس المكاسب بعدد الرعاة، يعني ممكن يكون عدد الرعاة أقل لكن المكاسب أكبر. تمام. حافظت أنا على شخصيتي، شخصيتي كمان المتفردة في الحفاظ على مبادئي. يعني ما ينفعش مدرب النادي الأهلي يبقى رايح ماسك في خناق الحكم عشان النقطة دي ما اتحسبتش ليه أو الهدف ده ما اتحسبش ليه. هذه الصورة غير مقبولة في النادي الأهلي تماما، لأنك أنت قدوة كمان للي بره. فكل ما أكدت على أن النادي الأهلي نادي مبادئ، نادي بطولات في نفس الوقت، كل ما اكدت على قيمه الشخصيه. الانتخابات دي فيها من وجهه نظرك ما نتحدث عنه عن قيم ومبادئ الاهلي، انا يمكن لاني بعيد شويه، هل الانتخابات دي فيها اللي احنا دائما وتربينا كابرا عن كابر؟ نعم. ان هي موجوده بنفس الكلمه وحجمها ولا في بعض الهنات؟ الانتخابات دي اشرس انتخابات، لكن بيبقى كل المرشحين على درجه عاليه جدا من الاحترام. يعني لم اسمع مرشح بيسيء الى المرشح الاخر. ربما مساله المناصرين دي ممكن يطلع منها اشياء، خاصه على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، لكن في الاخر انت ما بتقدرش تحكمها لانه ليس لك سيطره على المناصرين. طبعا. على صفحاتهم. طب انا هرجع لبرنامج حضرتك الانتخابي، حضرتك ذكرتي مركز الاهلي التعليمي. نعم. ما هو مركز الاهلي التعليمي؟ مركز الاهلي التعليمي ده جاي من فكره برضو انه البطل الرياضي بيقضي ساعات كبيره قوي جوه النادي الاهلي، وطول ما انت ماشي في النادي تلاقي الام قاعده بتذاكر لابنها بين قبل التمرين او بعد التمرين، وساعات الابن ده بيكون مثلا بيلعب في فريق 14 و16. نعم. فعنده تمرين دلوقتي مع 14 وعنده كمان شويه ماتش مع 16. نعم. فبتلاقي دايما في انشغال بهذه الامور. لو انا قدرت ان انا اعمل قاعده بيانات في النادي الاهلي، وده برضو تابع لبيت الخبره الاهلاوي اللي اتكلمت عنه في البرنامج. قاعده بيانات بتحتوي على كل الاسماء اللي مستعده انها تخدم اعضاء الاهلي تطوعا، يعني ممكن في عندنا دكاتره، مهندسين، اساتذه، محامين. لو عملنا قاعده بيانات بمين اللي مستعد يقدم خدمات للاهلي في كل المجالات، هنوصل للمدرسين المستعدين يقدموا خدماتهم للنادي الاهلي، وهقدر انه يبقى في استيعاب للدروس داخل النادي الاهلي وتقديم خدمات يعني حتى باسعار رمزيه. هل قوه برنامج كابتن منى عبد الكريم في خدمات المراه وخدمات اطفال او اولياء امور الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، هل ده قوه حضرتك في برنامجك الانتخابي؟ انا شايفه ان القوه في الواقعيه. نعم. حاولت اعمل برنامج واقعي، اتكلمت مع الاعضاء والعضوات في البدايه في امور كثيره، حسيت ب يعني المشاكل اللي امامهم رقم واحد، سواء في جانب الخدمات او في الجانب الرياضي او غيره. حاولت انا كمان احط افكاري بجانب ما سمعته، وبرنامج واقعي في النهايه اقدر ان انا كمستقل اقدر اقدمه كافكار. لو نجحت وبقيت داخل مجلس الاداره اقدمه الى المجلس المنتخب باذن الله.
كابتن منى انت السيده الوحيده المرشحه كمستقله، السيده رانيا علواني داخل قائمه. نعم. ايهما اكثر من مؤيديك او جماهيرك او من استقبال الافضل؟ هل تجدي ان الرجال او ان السيدات انك كمرشحه ممكن تبقي صوتهم، ممكن يعني يبقى افضل في التعامل؟ من وجهه نظرك كيف تستقبل السيدات السيده منى عبد الكريم المرشحه؟ استقبال رائع بجد والله، والله الحمد لله. والرجال ايضا لما بعد اتكلم معاهم يعني انا من ضمن الحاجات اللي شجعتني على النزول كمستقله رغم انها تجربه صعبه جدا وتجربه صعبه كمان في اول انتخابات ليا في النادي الاهلي. يمكن انا جربت الانتخابات في الاتحادات في اللجنه الاولمبيه لكن في النادي الاهلي دي اول مره. اللي شجعني هو رد فعل الجمعيه العموميه قبل ما أعلن أن أنا هترشح في الانتخابات، مجرد بس الفكرة كانت واضحة أمامهم. رد الفعل شجعني كتير وأنا دايما براهن على الجمعية العمومية بإذن الله. طيب هل تؤيدي الكلام اللي بيتحدث عن صوتي للقائمة كاملة ولا بتدي نصيحة بأن اللي هيدي صوته يتريث في الاختيار المرشحين؟ لا، اللي بيدي صوته لازم يتريث لأن دي أمانة. القائمة معناها أنه هذه المجموعة بتدعم بعضها، بتشتغل مع بعض، بتعمل الدعاية مشتركة، تنظيم العمل مشترك، لكن ليس بالضرورة أني أدخل أنتخب القائمة كاملة. لو كان مثلا حد عنده فكرة أن القائمة بتمنع الخلافات داخل المجلس، هذه الفكرة غير صحيحة. في يعني امثله كتير داخل النادي الاهلي وغيره من الانديه وفي الاتحادات وفي اللجنه الاولمبيه هناك بعض الامثله من قائمه واحده ومع ذلك اختلفوا. صحيح. ففكره ان انا افكر في اختيار العنصر المناسب للنادي الاهلي هو الاحق بتفكير الجمعيه العموميه بغض النظر عن تكوين القائمه. هل من الممكن ان يعمل الجميع مع الجميع؟ يعمل الجميع مع الجميع لأنه كل هل من الممكن؟ أبناء الأهلي أبناء محترمون. ف عجبني قوي واو الجماعة وأنت رفعتيها جميلة. أيوة أنت عارفة طبعا العربي، اتفضلي يا كابتن. اللغة العربية أصلا لغة جميلة. بتعب قوي لما ألاقي حد نصب فاعل ورفع مفعول كده يعني، اتفضلي. لا لغة جميلة طبعا. ولغتنا وإحنا كلنا هنحاسب بيها يوم القيامة، اللي بيتكلم عربي واللي ما بيتكلمش عربي. اتفضل. اتمنى انه الشباب يهتموا باللغه العربيه حقيقي بقى في كلام كتير حطيها قدامنا مستعدين نقوم بيها داخل النادي الاهلي. طب تأيدي رئيس نائب امين صندوق باكج والباقيين الاعضاء ولا بتأيدي حتى ممكن رئيس قايمه نائب قايمه امين صندوق قايمه؟ هو بالنسبه للرئيس والنائب انا بفضل ان هم يكونوا يعني من حزمه واحده مع بعض. اما كان امين الصندوق عادي ما. طب هل حضرتك مؤيدة لما يقال عن الإسراف في الدعاية لبعض المرشحين ولا حضرتك شايفة أن الموضوع ده أمر طبيعي بالنسبة لحجم وقيمة النادي الأهلي؟ لا هو مش أمر طبيعي، يعني أنا شايفة أنه هو يعني جديد الإنفاق ببزخ على مسألة الدعاية دي. يعني ثالث دورة دي لنا ولا ثاني دورة هذا البزخ؟ تالتة تقريبا. تالتة بس المرة دي أكتر من الدورتين السابقتين تأكيد. كمان يمكن انا يعني قلت ان انا بعتبرها اشرس انتخابات في تاريخ النادي الاهلي فعلا. عشان الفلوس؟ لا عشان المنافسه شديده في كل الفئات. تمام. اعلى منصب الرئيس فيه منافسه شديده، النائب امين الصندوق السته فوق السن الثلاثه تحت السن في منافسه كبيره جدا. هل على مقعد المراه في منافسه؟ لا هو مفيش مقعد المرأة بس اوعى تكون من الشخصيات اللي بتدخل اللجنة تقول كفاية ست واحدة نعلم على ست أنا واحدة كده بس. لا احنا عدينا في الأهلي المرحلة دي. لا. لو في ست سيدات على ما أظن هيلاقوهم لأن السيدة ده كم من سيدة ناجحة وكانت في النادي الأهلي. صحيح. حاجة هدى والدة صديقي العزيز خالد الدرندلي ده ياما طبعا طبعا يعني اتفضلي. فمسألة أنه البزخ على الدعاية الانتخابية شايفاها يعني عملية ملفتة جدا يعني وعملية زادت عن حدها هذه الدورة. لو معاكي كنت صرفتي؟ لا ما كنت صرفت كده. هو عشان مش معاكي لكن انت لو معاك لا 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 ما كنت صرفت بهذا الشكل. بهذا الشكل انت حضرتك ضد المبدأ من الأصل. ضد المبدأ لأنه أنا ممكن يبقى عندي فلوس قليلة لكن أوظفها صح. مظبوط. وهي دي الفكره
يعني كل ما اديت العلامه بانك بفلوس قليله او باموال قليله تقدر تعمل حاجات كتيره، دي برضو مميزه لشخصيتك. كيف تتواصل كابتن منى بالكريم مع اعضاء الجمعيه العموميه؟ بتواصل عن طريق اللقاءات الشخصيه، عن طريق الاتصالات الهاتفيه، عن طريق التواصل الاجتماعي، عن طريق الاعلام زي حضراتكم كده من خلال اللقاءات التلفزيونيه. فالشرف ليا انا. التواصل له اشكال متعدده وبحاول ان انا دايما اتواصل معاهم. الاعضاء في الانديه